لو الحكاية فيها إن فيتو يعني الأمريكان اللي تقبضوا على الشعب المصري اخرجوا برا اخرجوا برا. احنا الشعب المصري خلاص كده هناك انا جاي اتحلق سفير قطر ونقول له اخرج برا زي سفير تركيا تقول له اخرج برا. مطلب من الشعب المصري بنقول له اخرج برا اخرج برا يا سفير قطر يا امير الامريكان والانجليز اطلعوا برا اطلعوا برا. هنقعد ليك ونقول لك اطلع برا هنجرك ونقول لك اطلع برا وانتحلقوا وامشوا انت والشيخة موزة الشيخة موزة يا شيخة موزة وعميلة وبرزجية. انا بقول لسيادة المشير سيادة المشير حبيبي روح قلبي يا احنا بينصروا ربنا على الشعب القطري واسرائيل وامريكا. انا بقول لك ما تخافش